FM. الكلمليك ليديتو. اليوم نحب نحكي على اخر استطلاع للراي عملته جماعه ليلي اللي يقول انه 83% من التوانسه ما على بالهمش باش يكون باش يختاروا في الانتخابات البلديه الجايه، واللي اكد كذلك انه الكوتا نتاع الاحزاب بكلها في تهاوي كبير. السونداج هذا ياكد اللي اولا قبل كل شيء لازمنا ننظموا القطاع، لانه الارقام الفارق بيناتها كبير بين مؤسسة صبر آراء لغير أو لأخرى، وفي تخدم في نفس الميدان وتعتمد نفس المنهجية. وزيدي أكد هذا اللي نسبة العزوف عن السياسة والسياسيين في تقدم كبير رغم التحفظات اللي ممكن تكون واردة على السونداج هذا بالذات، لأنه قديما أعطانا بعض الأرقام الغلطة. وزيد بزيادة فما تجاهل للسياسيين ومن لف لفهم وضواحيهم لأراء العباد اللي يعتبرهم في أفضل الحالات حطب لحروبهم الضروسة ولحم للمدافع في مواجهتهم السلطوية، وتتعلى لاعتلائهم المناصب وجني المغانم. يقول القائل يزينا من نظرة سوداوية، ممكن زاد السياسيين يستخلصوا الدروس ويعدلوا البوصلة ويسقموا أرواحهم، اما يخوفي لطرسين مهمة زادة يقولوا لهم الناس والغاشي فاتك نهار الدخول يا مهبول. يجب نحكي لكم حكاية فاتك نهار الدخول يا مهبول. قالك سما زوز اخوة زمنية عرسوا في نفس وقت، واحد اموره ماشية سوا سوا والاخر يهساق تغلق الاخرى. نهار اللي اموره بالقداء استدعى اللي اموره قاعدة تتهوى، مشى يلقى الدار منظمة ومرتبة والفطور مريقل والكوجينة تلالش تلمع والدنيا كلها باهية وعملوا فطير باهي، ومن بعد عملوا كويس تاي. ومن بعد لفت لخوه قال له خويا شنو السر اللي عندك؟ يعني المرأة عندي تقوم في الصباح تقوم في الحداش وحلة تحليلة، ونروح للدار نقعد داخل بعضها ونسخ ونسخ وما سماش ماكلة، وفي أفضل حالات تعمل لي عظمة وموري متعذبش. قالوا خويا تحب نقول لك؟ قالوا شنو؟ قالوا وانا اللي تعرسي مشيت شريت شاشية تستوري ومشيت شريت جلم ودخلت، وانا داخل باب الدار طيحت الشاشية من فوق راسي، والمرأة تغزر لي وقلت لها انت تيح من فوق راسي الشاشية وجبدك جلم وهبطت عليها بالمقص قصة. قالوا هذا الحل؟ قالوا ايه. قالوا ما الله يبارك. مشيت قصد السيد سوق شواشية شلا شاشية وشلا مقص وروح لداره. القامرته ما زالت ممدودة على البنك ماضي ساعتين متاع النهار. هبت شاشية تحت راسه قالت تيح من فوق راسي شاشية ترى وينك مقص؟ هنا هاني باش نقصك. قالت له فاتك نهار الدخول يا مهبول. الكلمة ليك.